نحن الآن في قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. جئنا إلى هذا المكان للاطلاع على حالات الأطفال المصابين نتيجة القصف والعدوان الإسرائيلي على منازل المواطنين، هذا العدوان الذي استهدف منازل المواطنين الآمنين مما أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء غالبيتهم من الأطفال، وأيضا هناك الكثير من الإصابات الخطرة للأطفال هنا في هذا القسم. دخلنا إلى أحد هذه الغرف للتعرف عن قرب عن حالات وعلى حالات هذه الأطفال. سنتحدث معكم ونتعرف عن قرب حالة هذه الأطفال. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. تعرف باسمك؟ نسرين جمال عسلية. شو صار معكم؟ احنا كنا قاعدين مع المغرب، بعد ما صلينا المغرب قعدنا ما شفنا الا حيطان بتطاير وعج وحجار علينا وعولادنا، والكل صار يصرخ، هان صاروا الناس يجوا ينقذوا، صاروا يطلعوا في المصابين ويطلعوا في الشقق، الشقة اللي تحت تبع دار ابوي ودار اخوي كلها كانت دمار، كل اللي فيها كانوا استشهدوا، بس اللي في الطوابق العليا كلها كانت اصابات، في اصابتهم حرج وفي اصابات يعني متوسطه، ضمنهم بنت اخوي هيها وابن اخوي بقى فوق وتحول امبارح على مصر، وابوي برضه يعني اصابته حرج شويه، والحمد لله كانوا يعني يبصوا ابو جانب لا يعني كانوا يعطون دار ولا شيء، كانوا يعني دمار شامل في غزه، كانوا الشهداء في الشوارع ما حدش يقدر يصيلهم، الاسعافات اذا وصلتهم كانوا يقصوا الاسعافات، كانت في المستشفيات شهداء جرحى ما حدش يقدر يصيلهم ولا حد يقدر يسعفهم. كيف وضع بنتك اليوم؟ والله وضع الحمد لله يعني أحسن من الأول، أول ما إجت هنا كانت بتخوف بالمرة، كان عينيها ورمات وزرق، رأسها كان نافخ ومتورم، هي هلقيتها إصابتها يعني على الدماغ، كان عندها نزيف كتير حاد على المخ وعلى الدماغ، بس حتى الآن يعني الحمد لله توقف هو النزيف، بس ضايل يعني النخاع، سألوا النخاع بنزل من أذنها ومن مناخيرها وعملوا لها تحويل مستعجل يطلعوها، هي هلقيتها الحمد لله بتقومش ولا بتطلع، هي شبه مشلولة مرمية، والحمد لله على كله، مش عارف ايش بدي احكي لك ايش اللي بصير في غزة، يعني كل العالم بتتفرج علينا، كل العالم شايف اللي بصير في غزة، وفيش حد متحرك، فيش حد واقف معنا، يعني والله حرام اللي بصير في أطفال زي هيك أبرياء بصير فيهم، حتى الأكل مش ملاقينه، والأكل هو الأكل يعني بننزل أجيب لبنتي مثلا أفطرها أسند راس قلب ما بلاقيش، بنزل أجيب عصير بلاقيش، لا عصير محلات فاضي كله فاضي في شيء، يعني غزة في حصار، في حصار لا غاز ولا كهرب ولا مية، حتى الأكل للمصابين وللجرحى اللي نزفوا دم كتير بلاقي شيء، يعني توت هي طلبت غير بسكوت صغيرة لقيتها لا قاعد بفتفتها وبحطها في فمها، إيش بدي أقول لك أكثر من هيك، حسبي الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب. يعني وضع صعب، وضع إنساني صعب، يعني حكيت عن وضع الإنساني، لا يوجد لا أكل ولا شرب ولا أي شيء، فيش حاجة، فيش في غزة فيش حاجة، المحلات فاضية لا فيها عصير لا فيها حاجة، بتنزل مثلا تجيب لهم إشي يفطر بتلاقي ما خلص، بنزل بلاقي بس هالفرشيح وهالفلافل وهالموجود الكلمتين والبرقان طول اليوم عليه، فيش عصير مثلا تشرب، فيش جبنة لبنية حاجة، حاجات زي هيك بتلاقيش، فواكه حاجة بتلاقيش، كله مقطوع كله فيش مش حاجة في غزة. انتو نازحين صحيح؟ احنا نزحنا، شردنا لا معانا أواعي لا معانا فراش لا معانا مصاري ولا معانا حاجة، هيك شردنا بطوننا من اللي شفناه من الدمار اللي شفناه، أول مرة حرب يجي على غزة زي هيك، يعني ما غزة عن بكرة أبيها، دمار دور فوق الناس، فوق شهداء مرمي في الشوارع، جرحى مش قادر الاسعافات تصيلهم، والحمد لله الف حمد لله على سلامتكم، ربنا يقومها بالسلامة ان شاء الله. يعني سنتحدث مع حالة اخرى، هنا كما تشاهدون اطفال في كل مكان، كلهم مصابين، كلهم ذات حالات خطرة، هنا حالة جديدة وحالة اخرى، سنتحدث مع مرافق هذه الحالة وهو على ما يبدو أخوها، صحيح؟ صحيح. ألف سلام عليها. الله يسلمك يا رب. شو صار معكم؟ إحنا اللي صار معنا كنا في البيت ويا محلانا وأنا نزحين وعماتنا وكل قريبنا عنا، صلينا المغرب ونجهز حالنا وقعدنا شوي بعد المغرب هيك بيجي نص ساعة بدنا نصلي العشاء عشان نروح ننام، تعرف الليل الواحد صار ننام بدري، فجأة ما أدرين الإشي صار، وأنا من ضمن وأنا طلولي من تحت الأنقاض، بس أنا فقدت الوعي،
بعد نص ساعة فتحت عيني لقيت حالي إسعافات حوالي وغراض فوق وردم وبنزف دم سرت في الحالة هذه فكرت حالي في حلم. مر يوم كامل وأنا في حلم حاس حالي بحلم أنا يعني مش طبيعي اللي صار. أنا يعني مرت في إشي يوم مش مرت فيه. بتنا الليلة بس ما رحتش على المشفى. أخوي استشهد وكثيرين أنا استشهدوا وأنا ما ودونيش على المشفى. ما فيش كان إسعافات اللي تودوا ظلت ننزف للصبح ويعني الناس جيراننا هم اللي لفوا لي جرح وضمضوا لي إياه ووضع غير الكسور اللي في جسمي ضايلة والجرح. الصبحيات كبعد ما الدنيا فاقت تفاجأت إنه أختي فاقدينها وأخوي مستشهد ومرت عمي مستشهد وفي كثيرين يعني أولاد عمي وبنات عمي حركت يمكن 20 نفر. فما عرفناش إيش نعمل. الحل الأمثل إنه إحنا نطلع الجنوب يعني لأن الضرورة إلها أحكام. جبرنا غصب عنا وطلعناش يعني غصب عنا طلعنا. كيف حلتها اليوم؟ والله حلت البنت يعني شوي صعب عندها كسور في الجمجمة وعينيها شوي منفوخات يعني مش عارفين إيش عندها ورجلها كمان اليمين مكسورة. وبظل البنت في حالة صدمة نفسية يعني لا بتتكلم ولا إيش بظل لكن بحلقة يعني مش عارفين إيش نعمل. إحنا وجايين متهجرين من الشمال لدار ولا وعينا ما خذناش معنا شريان قاعدين كل شيء وصار غالي. ندعو من الله السلام إيش نعمل أكثر من هيك يعني. الله يشفيها وربنا يقومها بالسلامة. يعني هذا الحال هذا جزء من الإصابات التي تنتشر في هذا القسم في قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي المليء بالحالات الخطرة بالأطفال المصابين والتشوهات الكثيرة في هذا المشفى. يعني حالات حسب ما أفادت الإحصائيات هناك أكثر من 8000 شهيد من الأطفال جراء هذا العدوان على قطاع غزة كلهم شهداء وهناك أيضا عشرات آلاف الإصابات الخطرة من الأطفال. الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأطفال والنساء في عدوانه المباشر على قطاع غزة. من مجمع ناصر الطبية عمرو الدهودي تلفزيون فلسطين.